كلام. لا 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 حالا. ايوه دلوقتي على طول. مع السلامه انت بقى يا عبدو. ولا عبدو؟ نعم. ايه؟ ايوه يا حاج. تعال انا عايزك. نعم يا حاج. اسمع يا عبد، انا حاب اديك قرشين كده تجيب جلابيه معقوله وجزمه حلوه عشان شكلك كده يبقى زي المعلمين الكبار. ربنا يخليك يا حاج. دي اول مره تروح فيها مزاد؟ لا، حضرت مزاد واحد قبل كده. وده كان مزاد ايه؟ ده المزاد اللي اتباع فيه عفش بيتنا يا حاج، ودكان ابويا الله يرحمه اللي كنا بناكل منها عيش. انت باين عليك انا قسيت كتير قوي. كتير؟ انا مهما حكيت لك مش هتصدق يا حاج. معلش يا عم، بكره ربنا هيعوضك ان شاء الله. تعال هنا جنبي، حط الشنطه دي على المكتب، افتحها. شايف ايه قدامك؟ شايف دي فيها فلوس ياما. دول 10 بواكي، كل باكو فيه 1000 جنيه. اقفل الشنطه بقى وخليها معاك. الفلوس دي هي بتاعت المزاد يا حاج؟ مزاد ايه يا هلا؟ ده المزاد اللي احنا رايحينه ده لو رسي على 70,000 هقول ان ربنا اكرمني. لا، دي الفلوس اللي حنرشها على الناس اللي عينيهم في المزاد، هنعرقهم يعني. عدم مؤاخذه يا حاج، بس عشان افهم يعني، هو انتوا قبل ما بتروحوا المزاد بتبقوا متفقين مع بعض؟ يعني كل واحد ليه دور؟ ايوه يا سيدي، بس في ناس بقى ما عندهاش ضمير ولا اخلاق، يا يلهفوا كل حاجه يا يقول لك فيها لخ فيها. اسمع، تعال بينا دلوقتي وانا هشرح لك كل حاجه في العربيه. اتفضل يا حاج. لف انت بقى عشان تركب. يلا روح اركب جنبي. اتناشر ألف جنيه. 15,000 جنيه. الحاج سردينا مين يزود؟ 15,000 جنيه. 20,000 جنيه. أيوة كده، صحصحوا معانا. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. 22,000 جنيه. 22,000 جنيه. المعلم نصحي. 22,000 جنيه. المعلم نصحي. 25. 25,000 جنيه. الحاج سردينا. 27,000 جنيه. 27,000 جنيه. 27,000 جنيه. 27,000 جنيه. 27,000 جنيه. 30,000 جنيه. 32,000 جنيه. 32,000 جنيه. 32,000 جنيه. 35. 35,000 جنيه.